مساء الخير يا غالي، أتمنى تكون بخير وأنت تقرأ رسالتي. بصراحة أنا أحس أنك أكثر من مرتاح، إلا متشقق من السعادة. جريمة تدبس فيها واحد غيرك، لا وكنت به يطيح بعد. كل شيء صار مثل ما خططت له، وبقت يدينك نظيفة. أنت لازم تشكرني، تراني نفذت خطتك بالحرف ومن غير ما أكلفك شيء. أدري إنك بتسأل نفسك أنا من؟ كل اللي أبيك تعرفه إني سبقتك بخطوة، بس مع كذا لا تفرح. ترى سرك ما هو في بير، سرك عندي، وترى هذه البداية بس. سلام.